لو الحكاية فيها إن فيتو. مساء الخير عليكم يا جماعة، مساء الخير عليكم. طبعا أنا بقول في حاجة، في معلومة غلط، في أغنية نازلة باسمي دي مش أغنيتي، فأنا إن شاء الله أغنيتي بكرة أو بعده نازلة بتاعت تمثيلية إن شاء الله نسل الصعيد بتاعت محمد رمضان، إنما الأغنية اللي نازلة دي ده شخص كل مرة بيعمل أغنية بيكتب اسمه، أنا مش عارف عايز أحط اسمه ليه، فدي مش أغنيتي. ففي شوية حاجات يعني ناس مش كويسة بتعملها، دي مش أغنيتي وأنا ما غنيش الأغنية دي وكاتبين اسم غلط، وإن شاء الله في حاجات أنا إجراءات أنا أعملها عشان كده هيبقى ياما قوي، يعني كده تالت مرة يعملوها. أنا مش مغني الأغنية دي، أنا أغنيتي كمان بكرة إن شاء الله يا بعده نازلة أغنية مسلسل نسر الصعيد بتاعت أستاذ محمد رمضان إن شاء الله. الكلام ده غلط أصلاً، الكلام اللي موجود ده غلط ودي مش أغنيتي وكده ياما عليا، يعني كل مرة يكتب الأغنية ويكتب باسم أنا ودي مش 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 اسمي، يعني كيلو كلام بيرش مش بتاعتي وكاتب اسمي. طب انت بتكتب اسمي ليه؟ طب ليه ما تكتب اسمك يا اخي، انت متبرد من اسمك سبحان الله. وبرده اغنيه تانية ودي برده كاتب برده مين هو ده، مش عارف انا مين ده، ففي حد زق عليا او كده، وانا يا عم الله يسهل لك ربنا يكرمك، ما مش عارف بيعمل كده ليه. دي مش اغنيتي يا جماعه، والاغنيه كمان يومين ثلاثه نازله، وبسم الله الرحمن الرحيم ممكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. محدش ينفع، محدش يعني ينفع يركب على حد، وانا اقل من اي حد يعني، انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. بلاش يا جماعه، كل سنه طيبين، بلاش اللي بيحصل ده، بس اللي بيحصل حقيقي عيب، يعني عيب. محدش بياخد رزق حد، وانتظرونا مع نجم النجوم استاذ محمد رمضان ان شاء الله. نسر الصعيد، نسر الصعيد.